كان معمل عليه برشا ملعبيه البقلاوه ومدربهم بما انه قدام كونكيرون ديريكت وعلى ارضيه ملعبهم. بالنسبه لي انا خسرنا نقطتين مش ربحنا نقطه، تعرف معناتها 3 بوان اليوم كانوا بالحق يرتحونا برشا. ان شاء الله يا ربي نعوضوهم من البر، عندنا ماتشوات توا ان شاء الله نعوضوهم من البر. الميتون الاول ما عرفش مستوى فني كبير وماريناش فيه كوره، وبان بالكاشف انه زوج جمعيات متخوفين من الريزلتا نتاع الماتش. الفورستين اللي يستحقوا الذكر كانوا في اخر الميتون، صبري العماري من جانب شبيب يصوب وكورتو يرجعها القائم يمين المرمى العمدوني. فرصه يرد عليها فادي بالشوك المتدب من السي اس اس في شكل اعاره اللي فسخ 4 مدافعين وكورتو يتصدى لها القلعي وترجع قدام توري اللي سدد جانبي. خمسة وأربعين دقيقة ثانية اتحسن فيها النيفو وأول عملية البقلاوة جابت جديد كورنير من بالعكرمي وحمد رويد على مستوى نقطة الجزاء، كرة قوية بالرأس يفتتحها نتيجة للبقلاوة، وهذا ثاني بونتو لرويد مع استاد الموسم هذا. الزادي ياخذ بلاصة الشرطاني في تشكيلة شبيب، تغيير حرك لاتاك نتاع جياسكار. دقيقة 65 نفس عملية هدف البقلاوة تتعاود من الجهة الأخرى، كورنير لجياسكار، بنغالي يسدد، كورتو يخرجها سوداني اللي ترجع قدام الرقوبي واللي بشوطة قوية يمارك النيول وأولى أهدافه مع جياسكار السيزون هذا. غبت مدة طويلة، كنت صعوبات مع المدرب وزيد صعوبات أخرى، معناها اسكو مش نكمل مع جيسكا اسكو مش نخرج. الحمد لله جيسكا جمعيتي لم ونكمل معها، مش خسارة ذيك اللي كونتني. اليوم ماتش صعيب، لعبنا من الأول ديفونسيف ميتون الأول وميتون الثاني، معناها فهمنا اللعب وقرينا اللعب، هبطت أنا وماركيت بونت وعاونت صحابي. ما تبقى من الماتش مارينا فيه كان زوز فرص، واحدة للستاد وفرصة أخرى للشباب باش توفى المباراة على نتيجة 1-1. أن بوان فرحت جماهير وملاعبي جياسكا في حين عقدت وضعية البقلاوة اللي يستناو فيها زوز ماتشوات صعاب كونتر الإتوال والترجي. في با غاني لو ماتش، ما نكذبوش على روحنا، لي تكنيسيان اللي يتفرج في الماتش يعرف شنو عمل الحبايب هذايا، يعرف شنو عمل اللي يفهم كوره، يعرف شنو عمل مراد بن حمزه. واذا اليوم كل كان على الاربيتر ماهر باش نحكيو اليوم، يا اخي الاربيتر في بارتي اقوى اكثر من الملاعبيه واكثر من الناس الكل. الاربيتر عمل الحاجات اللي نوزا امبيشي دو غاني. اوكي باغي خليه يعطيه الصح. علاش اخويا علاش التشبهات انت، علاش تجيب لي فيه انا هذايا؟ انا هذا عندي مع تاريخ خايب كاس تونيزيان، مازال كي شدنا مع الكلوب افريكان، علاش تجيب لي فيه اخويا؟ تعطيني ديزيناسيون باهي. مقابلة صعيبة، تعرف الملعب التونسي يعيش ضغط كبير، يلعب على تفادي النزول معناها في المراتب الأخيرة، وإحنا نفس الشيء نحب نمنعوا معناها السيزون تاعنا ونحبوا نبعدوا على مناطق الخطر. معناها تعدى شوط أول ممتاز، شوط ثاني نفس الشيء، بالرغم اللي تقدموا هما في النتيجة كانت العزيمة تاعنا أكبر وسجلنا هدف تعادل. هدف ممتاز جدا وكدنا نضاعف ونثلث النتيجه، لكن ان شاء الله باكثر ثقه وباكثر تحضيرات ان شاء الله مقابله سيدي بوزيد نزيدوا ناكدوا المستوى هذا ان شاء الله. خالد حسني قبل المباراه هذه ملعب تونسي في رصيده تعادل وهزيمه، قروان زوز هزائم، عبيد عندهم ضغط كبير كي نغزو للروزنامة خاصة نرجعونا بعد شوية. والترتيب اليوم مير كانزاري يذمر من الحكم ماريناش الحقيقة حتى كل الصحفيين الموجودين، حاجة كبيرة برشا في المباراة اللي تجعل أنه مير كانزاري اللي تم اللي قام بالاحتجاجات خلط قربي نذكر أنه تم إشهار ورقة حمراء وإقصاء وبعد نهاية المباراة. هل الضغط هو اللي يولد هذه التصرفات؟ لا، هو ضغط، هو توتر، هو الخوف، خوف من النزول. كما قلنا 6-7 فرق مهددة بالنزول، كل مباراة سي ريكوردر دو لا بور، معناها الناس كل خايفة. النقاط عندها أهمية كبيرة ياسر. بقى الملعب التونسي حسب رأيي المتواضع صارت له كسور في الريتم،
كان الريتم طالع ثم جات هالتراب تكسر خاطر اليوم الملعب التونسي مباراة سياسيس نعم جات منطقيا مباراة نادي راضي صفاقسي لا هو كان منتصر ضد النادي البنزرتي ثم خسر 3-1 ضد سياسيس ثم سياسيس طالما خسرت ضد صفاقس ماهيش مصيبة ضد صفاقس بريتون سي بريتون منطقيا سيريو تيتر نقولوها بكل صراحة لا معناها بريتون سيريو متصدر طليعة اليوم باش متصدر طليعة في كل شيء معناها خلينا نقوله بصراحة معناها فهمتني الرقم الساعة في البطولة هو نادي صفاقسي لا غير بالنسبة لي أنا توا الوقت الحاضر نرجع الملعب التونسي الملعب التونسي حسب رأيي قلت لك كسر ريتم معناها كان ماشي ماتش بعد ماتش بعد ماتش ثم تتكسر ريتم أنا اليوم ملعب التونسي بالرغم اللي جاته بعض الفرص ولكن نعرف أنا لما فريق يلعب بتفادي النزول وفما ضغط وفما كذا دونك معناه على مستوى اللعب وفما تسرع فما دي جيست تكنيك اللي واحد ما نجمش معناه يعملهم بالكدا تبقى خلينا نقولوا أن واحد ملعب تونسي جاته فرص باش هو يعمق النتيجة ولكن الشوط الثاني خلينا نقولوا بصراحة فما تراجع المردود ملعب التونسي فما قلة انتباه أنا لاحظتها في الدفاع والقلة الانتباه هذه بدأت في آخر الشوط الأول لما جات سلسلة تاع ركنيات لجي اس كا ووكل الكرة اللي ضربها جكرة صبري العميري على البوتو دونك هذيك كان معناها خلينا نقولوا نقوص معناها ستة ردوا بالكم دوزيام ميتون انذار صحيح دوزيام ميتون خلينا نقولوا بون بالنسبة لي أنا كان ماري يقول اللي عنده الحق يقول اللي يحب ولكن خلينا نقول وأنا إجمالا أن الملعب التونسي ما مريناهش بك الوجه اللي كنا نتمناه باش نشوفوه خاصة الوجه اللي قدمه ضد النادي الإفريقي وضد السيابي اليوم زي مشوار مهم لزوج جمعيات كما قلنا أكثر للملعب التونسي ملعب التونسي تمشي لسوسة ضد النجم الرياضي الساحلي ثم ترجي الرياضي التونسي ثم جرجيس في جرجيس في المقابل بعد مباراة سيدي بوزيد كيف شبيبة القيروان عندها سيسيس في صفاقس عندها ليتوال في سوسة وعندها الترجي الرياضي التونسي في القروان ما هاتي هي الرزنامة خلال حصل والله الرزنامة شو والله عندك الحق والله نهار تكلموا عليها الرزنامة ذي يا رسول الله ما لا صدف غريبة غريبة تلعب ضد الكبار ضد المستقدرين معناه كل فريق اللي في اللوتة لازم يجيوا ثلاثة مباريات مع ثلاثة الكبار في شرط بعضهم معناها موسوليس باتوس معناها مانيش بيعمل حد شيء تخنق صفر من النقاط ساعة فريق يمنع كيما زرزيس ربحت الترجي في ولا متلوي ربحت الإطوال دونك يبقى استثناء هذا بكل وقاية يبقى استثناء ونقطة استفهام خلينا أخوي نحيو أنا راني قد نمشي دروا بيوت يا أخوي نقطة استفهام شو راي نقطة استفهام غريبة وغريبة جدا في البطولة تاع تونس حاجة أخرى إدارة الموارد البشرية وقت نشوفوا محمد علي رقوبي اليوم سجل هدف مهم ومهم جدا بالنسبة لشبيبة القيروان كان عنده مشاكل في جي اس كا كان خارج من جي اس كا كان في معركة متواصلة مع المدرب والإدارة وغيره اليوم صلح في الليفكتيف تاع جي اس كا ما عادش نحكيو على قيمة اللاعب لكن كيفاش يمكن نستغلوا مردود اللاعبين من هذا هذا معناه خلينا نقولوا نتمنوا مجهود يكون الهيئة المديرة والمدرب كما قلت لك كانت عنده مشاكل رجعوه خاطر يعرفوا مدى قيمة هذا اللاعب ومدى قيمة اليوتيليتي دو سو جوار في الجروب اليوم هبط سجل الهدف صعيب صعيب وجميل الهدف نتاعو ولا هدف اللي جاب نقطة لقروان واللي خلى الملعب التونسي في كل الوضعية هذيك